مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. أخبار اليوم: خرجة مميزة ومفاجئة من الإمارات رسمية بعد الخبر المزيف عن السفير، والخرجة تصدم ملك المغرب وهكذا تركت مكانتها للجزائر بجدارة، والوزير السابق قرمطار العمام راية يفقد أعصابه في وجه النظام المغربي مع الدراجي، وهذا ما حدث بالتفصيل معهم وفشل خطة ضد العمام راية وانكشفوا أمام العرب. البداية أولا مع الخبر الذي يصنع الحدث وفي أول تحرك رسمي من رئيس الإمارات ووزير خارجيته تجاه الجزائر بعد الضجة الكبيرة التي حدثت مؤخرا عن السفير الإماراتي، والخرجة الرسمية صدمت كل من حاول استغلال الحدث لضرب العلاقات، حيث وجه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد وزير خارجيته عبد الله بن زايد آل نهيان للجزائر وقطع الطريق على المشوشين بجانب أيضا دعم الجزائر، حيث تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مجددا اتصالا هاتفيا من عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي مرسلا أطيب التحيات للرئيس بون ومهنئا الجزائر على انتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن، معربا عن استعداد بلاده لتقاسم تجربتها خاصة وأن الجزائر خلفت دولة الإمارات في مجلس الأمن. من جانبه أعرب الوزير عطاف عن تقدير نظيره الدعم الذي لقيه ترشح الجزائر من دولة الإمارات الشقيقة، وتمنى عطاف استعداد الأشقاء الإماراتيين لتقاسم خبرتهم التارية المكتسبة في المجلس في غضون السنتين الماضيتين، مؤكدا أن الجزائر ستعمل لتكون خير خلف لخير سلف في مجلس الأمن عبر المرافعة والدفاع عن قضايا وأولويات الأمة العربية، وبعد الدعم الإماراتي الجديد للجزائر وتدارك الأمر، بجانب التهنئة والمبادرة بالتواصل مع الجزائر رغم الضجة الأخيرة التي راجت حول مزاعم طرد سفير الإماراتي من الجزائر على إثر نشر صحف محلية للخبر ثم سحبه بعد تبين الخطأ، إلى محاولة استغلاله من أطراف معادية للجزائر وأخيرا الإمارات الآن صدمت كل تلك الأطراف وأنهت الجدل كليا، ما سبب صدمة للنظام المغربي خاصة. هذا والنظام المغربي لم يترك حتى الدراجي والعمامرة وحاولوا التلفيق ضدهم، ما دفعهم للرد والعمامرة أحرج المخزن مجددا فلم يقدروا على تركه بسلام حتى وهو بعيد عن الوزارة. بداية وزير الخارجية السابق العمامرة والإعلامي حفيظ الدراجي أصبح كل هم النظام المغربي، خاصة مع محاولة المخزن في التشويش على عودة العمامرة، إلى محاولة طرد حفيظ الدراجي من قناة بيان سبورتس والقبض، إلا أن كل من العمامرة والدراجي فهم الدرس فكيف نجح في العودة. البداية أولا مع حفيظ الدراجي الذي ظن الإعلام المغربي التابع لمحمد السادس وظل يشن حملة ضخمة ضد الأخير في الأيام الأخيرة ولازالت مستمرة، سواء بشكاوي ضده وطلبات لنصر الخليفي ولقطر ككل وحتى للأمير تميم وتحريك دبلوماسية المخزن كاملة لطرد حفيظ الدراجي من قناة بيان سبورتس الرياضية، وهذا انتقاما لما حدث وما فعلته قناة الجزيرة مع المذيع المغربي المدعو عبد الصمد ناصر الذي طردته الجزيرة بسبب تهمة الجزائر. المدعو عبد الناصر صامر الذي طردته الجزيرة بسبب تهجمه على الجزائر، لهذا طلب محامون مغاربة ومسؤولون أيضا من إدارة بيان سبورتس وقطر طرد حفيظ الدراجي بداعي أن الأخير يعمل ويصرح تماما كالصحف المطرود، مرفقين وثائق مصورة لبعض تغريدات الدراجي وتصريحاته التي كان يرد فيها على المغرب لقطر والخليفي والقضاء القطري لطرده ومحاكمته، إلا أن قطر لم ترد عليهم وتتجاهل طلبات النظام المغربي، لأن كل شيء واضح وأن النظام المغربي تمت كثيرا في مهاجمة الجزائر وحتى قطر الآن لأنها وقفت مع الجزائر في ظل الحملات المخزنية على الجزائر، ولازال المغرب ودخل مسؤولون منه الخط لطلب إيقاف الدراجي والقبض عليه بتشويشات كثيرة على الأخير كما فعلوا تماما مع وزير الخارجية رمضان العمامرة الذين يحاولون تشويش عليه، خاصة مع الحديث عن عودته من باب الأمم المتحدة رغم أن الأخير عودته لم تتضح جيدا إلى الآن من أي بوابة، إذ شنوا أيضا حملة كبيرة ضده منذ أشهر على العمامرة ومستمرة لأن النظام المغربي لا يريد عودة العمامرة للساحة السياسية بالتزامن مع أخبار رغبته في الترشح للرئاسيات وحتى الحديث عن ترشحه لمنصب الأمم المتحدة وغيرها، والأخير يبدو أن عودته باتت قريبة جدا رغم تضارب الأخبار عن أي بوابة سيعود. طبعا الجزائريون فئة كبيرة تتمنى عودته وطلبت به من بوابة أي منصب يخدم الجزائر والقضايا العادلة، طبعا بعيدا عن الترشح للرئاسيات التي هناك فئة تتمنى أن يترشح لها
لكن الأغلبية من رصدهم بمواقع التواصل تمنوا ألا يترشح للرئاسيات لأنه أصلا لن يفوز بها، مع شعبية الرئيس بول كبيرة، وبذلك لو ترشح تضيع عليه فرصة العودة سريعا قبل انتخابات 2024. من منصب مغاير، وللعلم أن النظام المغربي لا يريدون عودة العمامرة من أي بوابة للحياة السياسية، لأن الأخير محنك وله خبرة وثقل سياسي كبير، حتى أن كلمته مسموعة وأرهق النظام المغربي كثيرا، خاصة المدعو نصر بوريطة وملكه محمد السادس الذين لم يجدوا أي شيء يهاجمون به العمامرة إلا التشويش والإدعاءات الباطلة. فمؤخرا هناك توجه ممنهج من النظام المغربي ضد كل من حفيظ دراجي ورمطان العمامرة، وفشلوا لحد الآن في الإطاحة بالدراجي ولا في عرقلة عودة العمامرة المرتقبة قريبا جدا. لهدف الملك المغربي من فشل لآخر، ويحاول إلها المغاربة دائما بالجزاء لتعديلات جذرية وتاريخية مع الاتحاد الأوروبي بعد خرجاتهم المستفزة ومحاولتهم في أكثر من مرة استفزاز الجزائر، وحتى تماطلهم في تغيير سياستهم مع الجزائر وتضارب المصالح، ليعود للواجهة مع هذا التحرك وزير التجارة السابق كمال رزيق، الذي بعد أن أقاله الرئيس بون من منصبه عينه بعدها مباشرة في منصب مستشار لدى رئاسة الجمهورية ليكون مقربا جدا من الرئيس بون بهذا المنصب. فقد وجد الرئيس بون في رزيق الكفاءة الكبيرة في بعض المهام، طبعا بعيدا عن فشله في منصب وزير للتجارة في بعض المهام. الأخير كان قدم تقارير وخرجات تحسب له لأول مرة في الجزائر، خاصة بعد رفعه لصادرات الجزائر لأكثر من 7 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الجزائر بلغتها. لهذا فضل الرئيس بون الاحتفاظ به في منصب قريب منه ويستعمله حاليا، وعاد مجددا للواجهة مع انتفاضة الجزائر في وجه الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد التقييم المفصل والذي قدمه كمال رزيق للرئيس، بعد أن طلب منه الرئيس بون إجراء تقييم مفصل لملف اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يحظى باهتمام خاص، مؤكدا على مصالحنا في إقامة متوازنة، لأن الاتحاد الأوروبي يسبق مصالحه ومنذ عقود لم يكن هناك توازن، لهذا ترفض الجزائر هذا الاستغلال وبدأت في قلب الموازين لتكون الفوائد متساوية لكل أطراف دون أي نقصان، حيث غيرت وتغير العديد من الاتفاقيات على كل أصعدة. وقال كمال رزيق أنه وجب تغيير الاتفاقيات وإعادة النظر فيها بعناية، بدعوى أنها غير موازنة وتضر بمصلحة الجزائر. الجدل حول ملف الشراكة مستمر منذ عام 2021، لكن أوروبا تماطل دون النظر بجدية في مطلب الجزائر في الوقت الذي تكتف فيه من الزيارات للحصول على إمدادات إضافية للغاز. لهذا هذه أفضل فرصة للجزائر لتضغط وتغير وفق مصالحها في ظل تهافت وصراع كل دول أوروبية على الغاز الجزائري، وبدورها الجزائر ترفض إضافة أي إمدادات إلى أن يرضخ لشروطها، فأوروبا بحاجة ماسة للغاز الجزائري خاصة بعد أزمتهم مع الروس وبعد تقرير كمال رزيق مؤخرا. دخلت الآن أيضا العديد من الأحزاب البرلمانية لقلب الموازين لصالح الجزائر، وفي وقت سابق كانت علقت الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية. وعقب التعليق أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا حذر فيه الجزائر من